في الفصل كده كان في حديث ودي يعني ما بيننا احنا الثلاثة، كنا بنتكلم عملنا مقارنة ما بين ظروف منتخب مصر والأهلي، ولقينا ان في نقاط كتيرة جدا بتجمعهم، بس هي النقاط ممكن نقول عليها مش احسن حاجة. خلينا خالد نتكلم في ده، ما يجمع فعلا او القامل ما بين المنتخب والظروف اللي مر بيها المنتخب وايضا ما يمر بيه حاليا النادي الأهلي. هي النقطة القامل الأبرز غياب في المباراة الأولى، غياب 15 واحد عن مباراة مونتريال، واعتماد موسيماني اللي أنا شايف إنه مدرب عظيم طبعا جدا. جلسات التقطيع في موسيماني والناس اللي بتقول حتى السوشيال ميديا اللي بتطالب إنه، أنا عايز أعرف بس الناس بتفكر إزاي. ما علينا، لا بص، أنت عمرك ما هترضي الناس كلها، يعني مهما جه ده مانويل خوسيه نفسه كان الناس بتنتقده، ده ناسي، وكان رائع، ده عمل مع الأهلي ما لا يعني لم يسبق، فعادي عادي. سيبك من موسيماني، الرسل انتقدوا يا استاذ، الرسل نفسه. والله ده حقيقي فعلا، يعني سيبنا من موسيماني، لان انا كل واحد ليه قناعاته الشخصيه. انا قناعتي الشخصيه انه من غير الروح بتاعه الفانيله الحمراء، من غير روح لعيبه النادي الاهلي، ومن غير قياده موسيماني الذكيه، لازم نحط خط تحت كلمه ذكيه، فنيا ممكن كنا مش لا مش ايه لا فنيا كنا حتى كويسين، لان احنا تكتيكيا في الملعب كنا مسيطرين دفاعيا، بنروح بهجمات مرتده منظمه جدا، كنا اخطر بكتير من مونتيري حتى في فتره جس النبض في اول نص ساعه في المباراه، هددنا مرماهم بثلاث او اربع كور، منهم كره طاير محمد طاير الخطيره جدا اللي كانت من نقطه البنالتي اللي شطف نص الجون. فلا احنا حتى فنيا وتكتيكيا كنا افضل بكتير من مونتيري، ولكن مع الوضع في الاعتبار ان احنا كان غايب من الاهلي 15 لاعب. أيوة. هي نفس الظروف اللي عانى منها منتخب مصر اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. منتخب مصر وصل في مرحله من المراحل ان هو غايب من عنده 8 لعيبه اساسيين في صفوف المنتخب. طبعا روح منتخب مصر وصلت روح اللاعبين وصلت منتخب مصر الى الفاينل، وروح منتخب مصر هي جزء لا يتجزأ، او روح الاهلي هي جزء لا يتجزأ من روح منتخب مصر. طب. طول عمرنا بنعرف انه القوام الاساسي للمنتخبات الوطنيه اهلي وزمالك. طب. ولكن في قاعده ثابته بتقول انه الاهلي بمن حضر، بتقول انه روح الفانيله الحمراء، ملوك التسعين، كل الشعارات الجميله اللي احنا بنسمعها دايما عن الاهلي دي موجوده وواقع ثابت لا فصال فيه. صحيح. اي حد بيشكك في الكلام دوت انا اشك في قرار عقلي. ارجع لتاريخك بقى، ارجع للتاريخ بالظبط كده. فلما يبقى عندك غايب 15 لاعب، هيرجع بعض منهم في مباراه بالميراس، ما اعرفش هيبقوا جاهزين يلعبوا ولا لا حسب الرؤيه الفنيه لموسيماني او بيتسو موسيماني المدير الفني للجنوب افريقي، بس هم هيكونوا موجودين يدفع بيهم او لا على حسب احتياجاته للمباراه. بس جايين من ايه؟ هيبقوا موجودين بس جايين له من ايه؟ جايين من اربع ماتشات ضرب نار 120 دقيقه وركلات، جايين من ضرب والله، جايين من خناقه مش جايين من يعني صحيح. صحيح. بس خليني اقول مثلا انه انا عارف ان انا يعني الكلام ده ما ينفعش يتقال، ولكن انا هقوله لانه يعني انا بحب كده جدا. هذا زوجي والله. كنت اتمنى محمد شريف ينزل في ماتش امبارح عشان يكون لي، انا بالنسبه لي منتخب مصر يجب اي حاجه تانية، الاولويه دايما لمنتخب مصر. أوكي. كنت اتمنى محمد شريف ينزل في ماتش امبارح عشان ممكن يكون لي دور في ان هو ينهي المباراه قبل وصولها الى ركلات الترجيح، ومنتخب مصر يكسب بالبطوله الثامنه ونعلق الكهارب وننبسط كلنا والكلام ده كله. ده ما حصلش. كنا من شويه بنقول ان كل حاجه ليها ابس اند داونز، كل حاجه ليها ايجابيات وسلبيات. من ايجابيات انه محمد شريف ما نزلش، انه على الاقل هيكون فت للمشاركه مع النادي الاهلي في مباراه بالميراس لو لحق ان شاء الله، هو وواحد زي ايمن اشرف. انت كان عندك مشكله عظيمه جدا في خط الدفاع في المباراه الماضيه، كنت بتلعب بمحمد هاني سنتر باك عشان خاطر مفيش سنتر باكات لانه بدر بنون مصاب. عوده ايمن اشرف تضيف الى خط الدفاع، اكيد تلعب من غير راس حربه صريح، كنت بتلعب على المرتدات باعتماد على طاهر محمد طاهر في راس الحربه في مركز راس الحربه الصريح، لان ما عندكش راس حربه لانه حسام حسن مصاب ومحمد شريف مع المنتخب. طب. محمد شريف ما شاركش مع المنتخب كثيرا، طبعا محمد شريف قيمه كبيره. طب. كنت زي ما بقول تاني كنت اتمنى ان هو يشارك، بس في طالما ما شاركش فدي ليها نقطه ايجابيه لصالح الاهلي مش لصالح المنتخب، للاسف الشديد المنتخب خسر، ولكن نقطتها الايجابيه لصالح الاهلي انه على الاقل لما يرجع هيبقى فت وجاهز ان هو يشارك مع النادي الاهلي، فيعمل قيمه مضافه لخط هجوم النادي الاهلي. طب. في مواجهه فريق
عنيف جدا زي بالميراس. يعني هنشوف قوة على الأرض وإصابات ولا لا؟ لا عنيف، مش تدخلات عنيفة ولكن شرسة أقصد في التدخلات بتاعته، قوي بدنيا.